لتوسيع النقاش أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير القانوني علي التميمي. أستاذ التميمي مساء الخير، أهلا بك. قياسا بتصريحات حيدر حنون وما خلفته إلى حد الآن، هل أصاب بتصريحاته حيدر حنون أم أنه أخطأ بالنظر إلى هذا الصدام المنشور على العلن بين الهيئات القضائية في العراق؟ نعم، أحييك أخي العزيز أستاذ رؤوف وأستاذ المشاهدين. طبعا الفيصل أو الذي يدخل في الاتهامات التي توجه إلى القضاء هو هيئة تسمى هيئة الإشراف القضائي. هذه الهيئة أستاذ رؤوف هي التي يعني تحقق في التهم والادعاءات التي توجه إلى القضاء بموجب طبعا قانون هيئة الإشراف القضائي رقم 29 لعام 2016 المادة 3 والمادة 10 منه. فإذا وجدت هذه الهيئة أنه تصرف القاضي أو الاتهامات الموجهة إليه صحيحة تحيل الملف إلى طبعا إلى رئيس مجلس القضاء، ورئيس مجلس القضاء يتخذ الإجراء المناسب بإحالة الملف إلى لجنة شؤون القضاء، وحتى ممكن إحالة الملف إلى محكمة التحقيق في حالة ثبوت ذلك. لكن الذي اتضح اليوم أنه هذه الإدعاءات لم تكن صحيحة بعد التحقيق اللي قامت به هيئة الإشراف القضائي وأحالة التقرير إلى مجلس القضاء الأعلى. وبالتأكيد طبعا هنا مجلس القضاء الأعلى وجه شكر وتقدير إلى القاضي الذي اتهم هذه الاتهامات، أي القاضي الذي يحقق في قضايا النزاهة، وأيضا أحالت طلب أو أحالت ملف إلى محكمة التحقيق للتحقيق مع السيد رئيس هيئة النزاهة أنه اتهم السلطة القضائية بشيء غير موجود. وطبعا هذا ينطبق عليه أستاذ رؤوف المادة 226 من قانون العقوبات اللي تعاقب بالحبس أو الغرامة. نعم. إذن في هذه الحالة أنت تقول أن القاضي حيدر حنون أخطأ من الناحية الإجرائية، حتى ولو كانت لديه اتهامات بأن المسار القانوني كان يجب أن يأخذ منحا آخر. برأيك هل تعتقد أن هناك ربما عوامل أخرى دفعت حيدر حنون إلى الخروج والاتهام وتوجيه الاتهامات بهذه الطريقة عبر وسائل الإعلام؟ نعم أستاذ رؤوف، الهيئة النزاهة طبعا بموجب قانونها رقم 30 لعام 2019 هي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، رقابة مجلس النواب. فبرأيي كان يستطيع يعني الأستاذ رئيس هيئة النزاهة ابتداء، وقلناها سابقا، انه يحيل يعني يحول هذه الشكوك او الملفات التي لديه يحولها الى مجلس النواب حتى يقوم الاخير بالتحقيق فيها، او انه يحول هذه الامور ايضا الى الاشراف القضائي، لانه الاشراف القضائي كما ذكرنا هو الذي يراقب عمل القضاء. فلو يعني كانت الامور بهذه بان هناك مشكله ثقه، لو كان يثق في هذا المسار لكان تبعه، وبالتالي هناك أمور أخرى هو يتهم جهات كيف يمكن له أن يشتكي عندها. هو أستاذ رؤوف يعني هي هذه الإجراءات القانونية، لأنه هيئة النزاهة كما قلنا هي تخضع لرقابة البرلمان، يعني البرلمان يستطيع أن يحقق مع الأستاذ رئيس هيئة نزاهة في حالة وجود مخالفة، في حالة وجود مخالفة للقانون. وطبعا الملفات التي تحال إلى مجلس النواب، مجلس النواب أيضا يستطيع عن طريقة أن يحيلها إلى القضاء. إحنا ما عندنا أستاذ سوى هذه الإجراءات، هذه الإجراءات هي قانونية مرسومة وفق القانون. يعني هيئة الإشراف القضائي هي الجهة الرقابية على عمل القاضي، هي هذه الجهة تقوم بالتحقيق القاضي. المشكل أستاذ علي التميمي أن خطورة هذه الاتهامات تكمن في أن المتهمين فيها هم
الأشخاص أو الهيئات التي من المفترض أن تقوم بمكافحة الفساد، وأيضا في نفس الوقت هي الجهة التي تحاكم وتبث في القضايا. يعني عندما نقيس الأمر بهذا المقياس يمكن أن حيدر حنون تصرف بموقف بطولي وفضح الجميع وفضح كل هذه التجاوزات، وبالتالي يجب دعمه، ألا ترى ذلك؟ المشكلة أستاذنا، المشكلة في الفساد الإداري والمالي في العراق أنه تحول إلى منعطفات خطيرة أستاذ رؤوف. هذه المنعطفات بها جنبتين، أنه هجمة شرسة كبيرة على المال العام، بحيث أنه هذه السرقات والاختلاسات ليست بشيء بسيط أو سهل أو معقول حتى، لأنه تقرير يقول 11 مليار، يعني 11 مليار دولار حجم هذه السرقات. أيضا الشيء الثاني الخطر، أنه من يؤتمن على هذه الأموال هو يقوم بسرقتها، وهذا أخطر الأشياء للأسف. لهذا التحول في الجرائم في العراق كما ذكرت لك أستاذ رؤوف انعطافة خطيرة جدا، وبالنتيجة يعني أتوقع أنه سنكون أمام مفاجآت أخرى، أمام أحداث أخرى قادمة لربما تكون أكثر من ذلك. هذه المبالغ هي موازنات دول، يعني موازنات دول ممكن كان أن تساعد على حل إشكالية الفقر في العراق، التعيينات، يعني أنت عندك خط الفقر أكثر من 40% من الشعب العراقي يتضورون جوعا، وهناك تختلس تسرق هذه الأموال. لهذا يعني اقترحنا أستاذ رؤوف احنا كمركز للدراسات انه يعاد العمل بالقانون 120 لسنة 1994. هذا القانون لا يجوز، لا يجيز اطلاق سراح المتهم بكفالة حتى تسترجع منه كافة الأموال. طبعا هذا القرار ألغت المحكمة الاتحادية في عام 2017، دعونا إلى انه يعاد العمل به لأن أهداف العقوبة الجنائية أستاذ رؤوف تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية. لهذا السبب يعني كلما كانت العقوبة شديدة قل بأن الآخرين سيردعون. ما رأيك ولن أستاذ علي التميمي، ما رأيك في هذه القضية؟ هل تعتقد أن التطورات القادمة ستخدم الحقيقة وستخدم النزاهة والشفافية، أم أنها ستزيد الأمور تعقيدا بالنظر إلى طريقة التعامل مع القاضي حيدر حنون ومسألة هذه التسريبات الصوتية الجديدة؟ بمعنى آخر أن هذه الأطراف تقول أننا كلنا متورطون وأيدينا كلها انغمست فيما لا يجب، وبالتالي علينا السكوت جميعا. نعم، يعني أستاذ رؤوف هذا الموضوع طبعا حقيقة محزن ومحزن جدا، لكن يعني دائما في يوجد ضوء في نهاية النفق، دائما يعني تجد انه هناك من يعمل على حماية المال العام، من يعمل على ايجاد الحلول. نعول كثيرا على سياسة دولة الرئيس السوداني اللي يعني في منهاج الوزاري وضع خطة كبيرة للقضاء على الفساد الإداري والمالي، نعول على هذه السياسة. طبعا ما ظهر من سرقات في الحكومات السابقة، لاحظت حضرتك أن الرئيس السوداني فتح تحقيق في هذا الموضوع وأيضا أحالوا هذه الملفات إلى القضاء. أعتقد من وجهة نظري الشخصية أنه سنكون أمام إجراءات رادعة في الأيام القادمة، خصوصا أنه هذه القضايا تحولت إلى قضية رأي عام، رأي شعب، نحتاج إلى الشفافية. هناك دعوات أيضا أستاذ رؤوف لأن تكون المحاكمة علنية، هو بالأساس في القانون شكراً. حتى المحاكمة علنية، لكن ممكن أن تبث عبر وسائل الإعلام، وهذه تحتاج إلى موافقات قضائية ومهمة طبعاً. هذه شكرا جزيلا لك أستاذ علي التميمي الخبير القانوني، كنت معنا من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا.